متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، أتمنى أنكم جميعا بصحة وعافية. نبدأ نشرتنا الجوية اليوم بآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي أشارت وتشير إلى تواجد كميات من السحب الرعدية الممطرة في المنطقة الشمالية الغربية، لكن مناطق واسعة من غرب المملكة الأجواء كانت بها لا يوجد بها غيوم، إلا أن هناك كان في نشاط للرياح المغبرة في مناطق قريبة من حائل. بعض السحب الركامية الرعدية تشكلت إلى الغرب من العاصمة الرياض كما كان متوقعا، بالإضافة لأجزاء الشمالية من القصيم ورفحاء، والآن سأتحدث عن التوقعات بشكل عام. مرد هذه التوقعات هو تمركز لمنخفض البحر الأحمر في أواسط المملكة وامتداده لأواسط المملكة. قد يقول البعض أن هذا المنخفض لا يجب أجواء باردة، بالفعل فهناك ارتفاع درجات الحرارة وهبوب لرياح نشطة مثيرة للغبار، وهو بذات الوقت بعد مشيئة الله مسؤول عن حدوث ما يسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي. دعونا نفرق ما هو قادم في الأيام. أول شيء، هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي ليلة الجمعة على السبت ونهار يوم السبت ناتج عن هذا المنخفض الجوي والذي سيتحرك شرقا ويبتعد عن المنطقة، تعاود أحوال جوية غير مستقرة أخرى جديدة اعتبارا من نهار يوم الأحد، وتتوسع وتوصل ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، وهذه المرة تكون إن شاء الله فرصة الرياض عالية جدا وتتعرض للأمطار الرعدية الغزيرة. كون أن الحالة واسعة النطاق تصل إلى مناطق واسعة، سنتحدث بعد قليل عن هذا الأمر، لكن دعونا نستعرض خرائط سرعة الرياح. إذا الرياح مساء هذا اليوم هذه الليلة تبقى نشطة السرعة في بعض الأجزاء وبالتالي مثيرة للغبار والأتربة، سواء في الحد الشمالي المناطق الشمالية أو بعض أجزاء غرب العاصمة الرياض يتوقع أن تكون الأجواء فيها مثيرة للغبار بالرغم من وجود فرص لهطول الأمطار. لكن غدا خلال ساعات الصباح تشتد الرياح على حول مركز المنخفض، وبالتالي مناطق حفر الباطن، المناطق الشمالية من الرياض، أجزاء من المناطق الشرقية، بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية من القصيم. هذه ما تتوقع أن تسود بها رياح نشطة تعمل على إثارة الغبار بشكل لافت على تحديدا مناطق حفر الباطن وشمال شرق المملكة. بعض الرياح أيضا النشطة الشمالية الشرقية على مناطق عرعر والجوف والحدود الشمالية، وبالتالي أيضا لا يستبعد أن نرى بعض الغبار. ولكن خلال ساعات نهار يوم غدا هبات نشطة جدا من الرياح متوقع أن نشهدها على مناطق القصيم، مناطق حفر الباطن والمناطق الشمالية. هذه المناطق الثلاث يتوقع تشهد رياح نشطة مع هبات قوية، وهي ستسبب بمشيئة الله إلى حدوث أحيانا موجات غبارية. هذا اللون الأصفر هو أقل سرعة رياح في هذه المنطقة، وهو يدل على مركز المنخفض. كما تلاحظون دوران عكس عقارب الساعة للرياح في هذه المنطقة، وتستمر هذه الرياح النشطة حتى ساعات المساء التي سينشط حينها الرياح على الساحل الشرقي من المملكة وبعض المناطق الشمالية، ومن ثم تهدأ إجمالا سرعة الرياح بعد مرور هذا المنخفض الجوي. توقعات الغبار، موجات غبارية محدودة خلال ساعات هذه الليلة تسبق بالسحب أو تكون سابقة للسحب الركامية الرعدية في مناطق مختلفة من وسط المملكة على وجه التحديد. لكن كما تلاحظون غدا صباحا رياح شديدة هنا تعمل على حدوث عاصفة رملية تدخل إلى ربما حفر الباطن مع ساعات صباح يوم السبت، بالرغم من تواجد سحب رعدية ماطرة قد تأتي بعد هذه المولات الغبارية. كما نلاحظ مولات غبارية أخرى على الحدود الشمالية منطقة الجوف وسكاكا إضافة إلى حائل. خلال ساعات النهار تشتد الرياح بشكل لافت على منطقة القصيم، وبالتالي لا يستبعد أن نرى الغبار والعواصف والموجات الغبارية في هذه المنطقة، ربما يطال بعض منها أحيانا العاصمة الرياض لسيما مع ساعات العصر. وهذه توقعات المساء، تحدثنا عن سرعة الرياح التي تنشط على الحد الشرقي أو على الساحل الشرقي المملكة في الدمام، فنلاحظ أن هناك بعض الموجات الغبارية، كذلك أمر في رفحاء، وتعود مرة أخرى الأتربة والرمال إلى حفر الباطن مساء لأنها قد تكون على الأغلب قد تخلصت من غبار بسبب الأمطار المتوقعة غدا. صباحا غبار، ظهرا سيكون لدينا بقايا أمطار، وبالتالي تهدأ نسبة الغبار في الأجواء، تعود ربما مع ساعات العصر والمساء من جديد إلى حفر الباطن. هذه خرائط الأمطار وهطولات المطر. إذا نلاحظ بعض الزخات العشوائية من الأمطار مساء هذا اليوم، سواء في المنطقة الشمالية في الجوف، عرعر، في رفحاء، وصولا لأجزاء من القصيم والعاصمة الرياض. هذه الأمطار طبيعتها أنها تأتي في نطاقات جغرافية ضيقة عشوائية الطابع وتكون غزيرة، لا يمنع أن تكون غزيرة وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، ولكنها عشوائية لا تكون ذات مساحات كبيرة، ويجدر الانتباه بأن متابعتها تكون عبر صور الرادار وخرائط
أخبار اصطناعية التي تتوفر بالمناسبة بشكل مباشر عبر تطبيق وموقع طقس العرب. خلال ساعات الليل ليلة الجمعة على السبت تتوسع أحوال الجوية غير مستقرة، يتشكل حزام من السحب الركامية الرعدية الممطرة ممتدة من مناطق الجوف وعرعر الحدود الشمالية مرورا بحفر الباطن والمناطق الشرقية ومرورا بالعاصمة الرياض، وبالتالي لا يستبعد أن نرى زخات رعدية هذه الليلة في العاصمة الرياض، كذلك الحالة في المناطق الشرقية الشمال الشرقية والمناطق الشمالية من المملكة. مع ساعات ظهيرة يوم غد يتحرك هذا الحزام باتجاه الجنوب الشرقي ليمتد من المناطق الشرقية وصولا إلى المنطقتين ما بين الرياض والإحساء وحتى المناطق الجنوبية، لتصل المناطق مثل الحدود السعودية اليمنية شرورة، مناطق وادي الدواسر والأجزاء الشرقية من الرياض. بعض الزخات المحلية الرعدية تبقى واردة هنا في المناطق الشمالية كما تلاحظون في مناطق عرعر ورفحاء وأجزاء من منطقة الجوف، زخات رعدية محدودة أيضا فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. دعونا نستعرض معكم يوم الأحد. إذا يوم الأحد صباحا تعود مرة أخرى السحب الركامية الرعدية بتشكل في هذه المناطق، تقريبا منطقة وادي الدواسر وجنوب غرب محافظة الرياض وليس مدينة الرياض في هذه الحالة، وخلال ساعات هنا تتوسع مرة أخرى. بالعادة دائما حالة الاستقرار تستقي قوتها من ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي تكون دائما أنشط ما يمكن مع ساعات العصر والمساء والليل، ولكن بعض الحالات تكون في ساعات الصباح. لكن كما نلاحظ مساء يوم الأحد أمطار رعدية على مناطق جنوب الرياض وصولا إلى منطقة نجران أجزاء والحدود اليمنية السعودية، بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وصولا إلى أيضا أجزاء من شرق هذه المرتفعات الجبلية وكذلك منطقة الإحساء. هذه مناطق يتوقع أن تشهد زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى، وتمتد إلى أجزاء من مناطق دولة الإمارات. وأيضا كما نلاحظ يوم الأحد تمتد هذه الزخات الرعدية من الأمطار إلى مناطق قرب الساحل، ربما نرى بمدينة جدة لأول مرة منذ فترة بعض البروق والعواصف الرعدية إلى الشرق من المدينة وتصلها الأمطار، كذلك الأمر في منطقة الليث ومنطقة الباحة. يوم الاثنين نهارا كما تشاهدون الصورة تتكلم والخريطة تتكلم، توسع كبير لحالة الاستقرار الجوي واسع للانطلاق، حالة شاملة تشمل معظم مناطق المملكة. نتحدث عن أمطار، لاحظوا الألوان هنا، أمطار شديدة الغزارة على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية التي بدورة تمتد نحو السواحل وتكون رعدية، وبالتالي يجدر الانتباه من جريان كبير للأودية والسيول في مناطق جنوب غرب المملكة، وهذا التنبيه مبكر. تصل إلى مناطق الطائف ومكة المكرمة، ربما حتى مرة أخرى في مدينة جدة نرى في شرق المدينة بعض الغبار والأمطار الرعدية. تمتد هذه الأمطار الرعدية تشمل أيضا أجزاء من الواسعة من المدينة المنورة، القصيم، العاصمة الرياض، وصولا إلى المناطق الشمالية حائل مثلا وحتى مناطق الجوف وأجزاء من تبوك، مناطق واسعة من المملكة يتوقع أن تتعرض لزخات رعدية من الأمطار. لكن سنتحدث بتفصيل أكثر عن هذه التوقعات كلما اقتربت المدة بحيث تصبح التوقعات أكثر دقة، ولكن يجب أخذ بعين الاعتبار أن هناك حالة مطرية جديدة. هذه الليلة العاصمة الرياض على موعد مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار، لكن كما ذكرنا هي ضيقة النطاق من ناحية الجغرافية، سريعة تكون ولكن لا يمنع أن تكون غزيرة في بعض الفترات. درجة حرارة صغرى 22 درجة مئوية، قد نرى البرق والرعد في ساعات هذه الليلة، وتكون الفرصة متاحة من أول الليل وحتى آخره كفرصة لنشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار. دعونا نتعرف على درجات الحرارة الغدا والأحوال الجوية في محافظات ومدن المملكة. عندها في الشمال في سكاكا 27-17، عرعر 24-17، تبوك 27-17. على المناطق الغربية من المملكة في مكة المكرمة 36-27، الطائف 27-20، جدة 33-23، والمدينة المنورة 33-23 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، فرصة لبعض الأمطار الرعدية على المرتفعات مثل الباحة ومرتفعات عسير وأبها 24 العظمى، الصغرى ما بين 16-17، ترتفع إلى 34 درجة مئوية في جازان، تنخفض إلى 31 درجة مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء فرصة أمطار رعدية كما تحدث 28-21، في الدمام كذلك 29-21، وفي حفر الباطن غبار وأمطار رعدية 35-20 درجة مئوية. في العاصمة الرياض غدا درجة حرارة 34 ليلا 22، في القصيم 32-18، وفي حائل 26-15 مع فرصة لغبار في هذه المناطق وأمطار رعدية كذلك، أمر خاصة في ساعات الصباح في العاصمة الرياض. إذا ختام هذه نشرة توقعات الأيام القادمة،
غدا هناك فرصة لأمطار رعدية وبعض الغبار 34، ليلا ستهدأ الأجواء، أجواء غامقة جزئيا 22 درجة مئوية. كذلك الأمر يوم الأحد، أجواء عموما في العاصمة الرياض مستقرة 33 درجة مئوية، ليلا تزداد وتعود مرة أخرى فرصة هطول بعض الأمطار الرعدية 22 درجة مئوية. ولكن يوم الاثنين بداية الحالة الرعدية الماطرة التي يتوقع أن تكون 25 درجة الحرارة العظمى، هناك هبوط حاد في درجات الحرارة في ساعات النهار و19 درجة مئوية في ساعات الليل، وهناك فرصة جيدة للأمطار الرعدية سواء يومي الاثنين والثلاثاء. وعندما تقترب الحالة أي غدا وما بعد غدا سنستعرض معكم بالتفصيل ما هي التوقعات، ودائما بمشيئة الله. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد وعطلة نهاية أسبوع سعيدة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.